اخوت مرحبا، شاركوا معنا الخبزة ديال الشعير. خبزة ديال الشعير فيها الكمون، ياه توما الزوج راه خدامة معانا يا الدراري والدريات، يلا تعاملوا معاه وتعاونوا معاه وديروا له حل ابوني ودخلوا عند اليوتيوب يوميات واش عيب وبوشرة، تعاونوا ديروا الخير ديروا الخير، الله يجازيكم بالخير الله يجازيكم بالخير. الفيديو بارطاجيه الله يرحم الوالدين. غادي خبزة ديال الشعير بالكمون ان شاء الله، بالكمون ان شاء الله. Thank you.